الخوابي، قلعة تقع في منطقة الشيخ بدر في محافظة طرطوس، وتعود تسميتها إلى الخابية، وتراد في مصادر أخرى إلى الجوابي ومعنى الجابية باللغة الآرامية مكان الحفظ والتخزين. يعود تاريخ بناء القلعة إلى القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين، وكانت القلعة بحوزة محمد بن علي حامد في عام 1011، وجدد بناؤها سنان راشد الدين عام 1160. تتألف القلعة من حارتين، الأولى حارة سنان راشد الدين وهي أعلى مرتفع من مركز القلعة، وقد احتفظت هذه الحارة على بعض معالمها القديمة كالأقبية ومرابط الخيل. الثانية ويقال لها حارة السقي، ولم يبق منها شيئا على الإطلاق، وهي عبارة عن أطلال من الحجارة المختلفة الأحجام لبيوت سكنية قديمة، إلا أنه عند الخروج من القلعة باتجاه البوابة الرئيسية هناك على الجدار صخرة نحت عليها ثلاثة حروف يونانية، وربما تكون رمزاً لإله النصر.